بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض التدريبات على درس إن وأخواتها. تعالوا نشوف التدريب بيقول إيه. التدريب الأول بيقول أدخل إن أو إحدى أخواتها على الجمل التالية وغير ما يلزم. جيب لك مجموعة من الجمل واطلب منك تدخل حرف ناسخ مناسب على كل جملة وتغير اللي ينفع يتغير فيها. الجملة الأولى بتقول المدرسات يشرحن الدرس. الجملة الثانية بتقول المزارعون مجتهدون في عملهم. الجملة الثالثة بتقول الطالبان نجحا في الامتحان. عايزك تدخل حرف ناسخ من إن وأخواتها على كل جملة ويكون حرف مناسب وتغير ما يلزم تغييره. خدتوا وقتكم في التفكير؟ طيب تعالوا نشوف الإجابات الصحيحة. الجملة الأولى بتقول المدرسات يشرحن الدرس. طبعا نقول إن المدرسات يشرحن الدرس. هنا طبعا المدرساتي اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. الجملة الثانية المزارعون مجتهدون في عملهم. ندخل حرف نسخ مناسب إن المزارعين مجتهدون في عملهم. طبعا المزارعين بقت اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. الجملة الثالثة الطالبان نجح في الامتحان. نقول ليت الطالبين نجح في الامتحان. الطالبين بقت اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. التدريب الثاني بيقول أعرب ما تحته خط في الجمل التالية. الجملة الأولى إن المهندسين ماهران في عملهما. الجملة الثانية ليت المصريين يتحدون. الجملة الثالثة إن المهذب محبوب من الجميع. تعالوا نشوف الإعرابات الصحيحة. الجملة الأولى بتقول إن المهندسين ماهران في عملهما. طبعا ماهران هي خبر إن مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. الجملة الثانية ليت المصريين يتحدون. هنا طبعا المصريين ده اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. الجملة الثالثة والأخيرة بتقول إن المهذب محبوب من الجميع. طبعا محبوب هنا خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. كده نكون انتهينا بفضل الله من حل التدريب مع بعض. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.